أنقل لكم تحيات إخواننا في قيادة الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، ونتقدم بجزيل الشكر لإخواننا في الرابطة الإنسانية، منظمة الرابطة الإنسانية في كردستان، والداعمين والمساهمين والمتبرعين معهم داخل كردستان وخارج كردستان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل جهودهم ويبارك بأعمالهم، ونود إعلام الإخوة من خلفهم أن تبرعاتهم ومساهماتكم وصلت إلى إخوانكم في غزة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأموال وهذه التبرعات التي قدمتموها يعني دعما ونصرة للمرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، أن يتقبلها منكم ويبارك لكم فيها، وإن شاء الله تكون هذه يعني سببا لتحرير بيت المقدس. ونشكركم ونجدد الشكر لكم، وندعوكم لمزيد من العطاء ولمزيد من البذل، فما يحدث على أرض غزة يستحق منا أن نضاعف جهودنا وأن نضاعف مساهماتنا وأن نلتحم ونشارك إخواننا بكل ما نستطيع. فالوقت وقت العطاء ووقت البذل، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يمكننا من الصلاة في ساحات المسجد الأقصى فاتحين منتصرين بإذن الله، مقبلين غير مدبرين. وفي الختام نجدد الشكر لكم، ونحن نشكركم على هذا الاستضافة، وإلى مزيد من العمل والعطاء بإذن الله. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.